مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير فطور أو عشاء كتير كتير سهلة وسريعة ورائعة وطيبة جدا، رح تعجب الجميع. هيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا 3 بيضات، حطهم بالكاسة. طريقتها كتير سهلة وسريعة وجدا رائعة طيبة. حط فلفل أسود رشة خفيفة. الفلفل الأسود بيعطي نكهة كتير كتير رائعة. كمان ملح. خليطهم منيح مع بعض. حط كمان رشة بقدونس خفيفة بتعطي نكهة كتير كتير رائعة. خلطهم. هلا بدنا نبلش الطريقة. بحط زيت زيتون. زيت الزيتون كتير طيب مع البيض المقلي. بس يحمى الزيت بحط فوق البيض والبقدونس. بحط البيض والبقدونس. بسم الله. هلا بقلب البيض على تاني جهة. بسم الله. اوف واو، لونها كتير كتير روعة. حط الجبنة. كمان رح حط سلامي. بلفها بهذه الطريقة. واو ما شاء الله كتير كتير روعة. هيدي صارت جاهزة للتقديم. كمان بحطها بصحن التقديم. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. واو، دابت الجبنة وصار كتير شكلها رائع وطعمتها كتير كتير روعة وطيبة. ويلي بحب شو بيعمل، بحط عليها كاتشب، انتو حسب الرغبة. بتمنى طريقة الفطور أو العشاء اللي عملتها أنا وياكم تكون نالت إعجابكم،
وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي، وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا بصفحتي للمشاهدين الجدد. باي باي أحبابي.